شيخ، حالات النوم نعم ونقبها للوضوء، شخص ينام مضطجع، شخص ينام متكئ، ما أثر حالة النوم على صحة الوضوء؟ هو أقوى أقوال أهل العلم في المسألة أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يفقد معه المتوضئ حسه ولا يشعر بما يخرج منه، لأن الشارع نصب النوم المغيب للحس مقام خروج الريح. الأصل أن النوم لا ينقض الوضوء، لكنه لما كان مظنة لخروج الريح مع عدم شعوره بخروجها أقام الشارع المظنة مقام المئنة. وهذه من الحالات كما سيأتي في مس الفرج. فمس الفرج هو الأصل إنما هو بضعة منك، لكن الشارع نصب مظنة لمس النجاسة مقام لمسها حقيقة. يعني ذات النوم ليس من نواقض الوضوء. الأصل هكذا مقتضى القياس. نعم. مقتضى القياس أن النوم لا ينقض الوضوء، لكن الشارع نص على أنه ينقض الوضوء. فيفهم من نصوص الشارع بأن المقصود النوم الذي يفقد معه الإنسان الحس. والنوم الذي يفقد معه الإنسان الحس هو النوم الثقيل مضطجعا. وهذا لا يكاد يوجد فيه خلاف عند من قالوا بأن النوم ينقض الوضوء كما هو رأي جمهور الأمة، لأن النوم مضطجعا يفقد معه الإنسان حسه إلا إن كان نوما يسيرا أو خفيفا بدايات النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وقال العينان وكاء السهم أي وكاء الدبر، فإذا نامت العينان انفتح يعني الوكاء. فهنالك من قال بأن النوم مطلقا ينقض الوضوء لعموم الحديث، لكن الحديث الآخر إنما الوضوء على من نام مضطجعا يبين أن النوم لا ينقض في كل أحواله، وإنما ينقض في حال النوم مضطجعا، ويحمل على الاضطجاع ما شابهه من النوم الثقيل، لأننا لا يمكن أن نقف عند ظاهر النص ونقول كل أنواع النوم الأخرى لا تنقض الوضوء، لأن الإنسان قد ينام نوما ثقيلا طويلا ربما لمدة ساعة على غير حال الاضطجاع، وهو مستغرق في النوم وقد يرى أحلاما ولا يشعر بما يدور حوله. فإذا فرقنا بين هذا النوم وبين النوم مضطجعا فإنما نفرق بين متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم ينامون جلوسا وهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون فيصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينكر عليهم. فهذا نوم غير ثقيل، يكون نوم النعاس الذي يخفق مع الرأس وينتبه له الإنسان. كذلك النوم في الصلاة يعد من النوم الخفيف ما لم يثقل. فخلاصة الكلام أن الأقوى من أقوال أهل العلم في النوم الناقض للوضوء أنه النوم الثقيل الذي يفقد معه الإنسان الحس والشعور ولا يدري بما يخرج منه، فإذا وصل النوم إلى هذه الدرجة فهذا النوم هو النوم الذي ينقض الوضوء.